ta'ala given the favor that through their hands Islam is going to spread and we're going to take ilm from them. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. That saying, the grace of your Lord and His mercy, if you spend, هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, it is better than everything that you amass. And in the 7th Hijri, when Ja'far ibn Abi Talib returned back from the Hijr, from the first Hijra, from Habsha, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam stood up and embraced him and said, Ya Ja'far, I don't know which issue I am more happy about, the conquest of Khaybar or you returning back. So therefore the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he was joyous or anything made him joyful, he used to celebrate because of that. The Shaykh also touched upon that our lives are very short, and in many ahadith and traditions that has come, it's either 50 years, 60 years, or between 50 to 70 majority. And this is very less compared, if you compare this to the previous nations and our a'mal to the previous nations. أيها الإخوة الكرام, أيها الأحباب, تذكروا بيت المقدس, تذكروا المسجد المقدس والذي على التقوى تأسس, تذكروا أرض فلسطين, أرض الآباء والأجداد التي جاء إليها الصحابة الكرام. فقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب البداية والنهاية في تاريخه أن أكثر من 4000 صحابي دفنوا في الأرض المقدسة. وأنتم تعرفون أن بيت المقدس فيه الصحابي الجليل عبادة بن الصامت, وفيه شداد بن أوس, وعلى مقربة من معاذ بن جبل الذي قال في حقه نبينا صلى الله عليه وسلم, أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وفيه الصحابي الجليل الذي ذكرناه الآن, جعفر بن أبي طالب الذي استشهد على ثراه المبارك. وفيه عبد الله بن أبي رواحة الذي استشهد في معركة مؤتة من السنة 8 من الهجرة. وفيه أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة الذي قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام, حق أمين, حق أمين, حق أمين. أبو عبيدة الذي زاره الفاروق في بيته فبكى بكاء شديدا. أبو عبيدة الذي قال, يا أمير المؤمنين, لما لا تؤجل زيارتك لبيتي؟ فأصر عمر, وكان عمر يحاسب الولاة, كان يحاسب